عودة لعشرة الصبح بالأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. طبعا احنا متفقين من أول الموسم أن أي مباراة للنادي الأهلي هي مباراة مهمة، وأعتقد أن احنا مش هنختلف حول هذا الأمر. وبالمناسبة أيا كان وضعنا إيه في ترتيب الدوري، احنا خلاص بنتعامل مع أي ماتش للنادي الأهلي في هذه النسخة من الدوري على اعتبار أن هي مباراة مهمة. احنا بقى بالتالي عندنا النهاردة مباراة مهمة جدا طبعا أمام فريق البنك الأهلي في الدوري المصري الساعة 7 مساء إن شاء الله على استاد القاهرة. خلاص دي هتكون اخر مباراه في الدوري قبل التوقف المؤقت للفريق طبعا بسبب ان هم ان شاء الله هيسافروا لكاس العالم للانديه. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن شكل المباراه المتوقع، عن التشكيل المتوقع، النتيجه المتوقعه. طبعا الحديث كمان لن يخلو باي حال من الاحوال عن يعني او من الحديث حول مباراه الزمالك، لقاء القمه اللي اسعد الملايين من جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه ملفات كتير هنفتحها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في اولى فقراتنا الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك يا فندم. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل استاذ نهاوند، سعيد بالتواجد معاكم رغم ان ده وقت بدري بالنسبه لي جدا. ما احنا ضيوفنا دايما بييجوا لسه ايه نص صاحيين كده. انا راجل ليلي يعني. منور الدنيا يا فندم. طبعا نيجي لكم في اي وقت يعني. ده دوركم، ده مكانك استاذ محمد. وماتشات مهمة زي ما كريم قال، وكله منتظر النهاردة، لأن أولا تاريخ المواجهات بين الأهلي والبنك الأهلي ما هياش يعني فيها جاب كبير، تواجهوا أربع مرات لو هنتكلم لحد دلوقتي، ثلاثة تعادل، فوز واحد للأهلي، هدفين للأهلي، هدف للبنك الأهلي، يعني تاريخ المواجهات مش يطمنك قوي لو أنت رجعت ليه. في نفس الوقت أنت عايز تفوز عشان تروح وتقلب الصفحة المحلية وتنتقل لكأس العالم للأندية، وأنت واخد الثقة اللي هي اكتسبتها من كل الماتشات اللي فاتت، أخرها طبعا مواجهه الزمالك ومباراه القمه والثلاثيه الجميله. طبعا يعني خلينا نبدا من هنا. طبعا يعني بنبارك للجمهور النادي الاهلي الثلاثيه الجميله اللي اتحققت، ان شاء الله هنرجع لها اكيد. لكن طبعا كل مباريات النادي الاهلي مهمه وصعبه. صحيح. مهمه لان الاهلي محتاج لكل نقطه في مباريات، محتاج دايما للثلاث نقاط ولا تفريط في اي نقطه. مهم جدا يعني، الا طبعا لو كانت اعذار خارج ارادتك يعني. لكن صعبه، كل ماتشات الدوري السنه دي صعبه، مفيش مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي لاي حد بينافس. دايما مباراه الاهلي صعبه لان الناس كلها بتلعب مباراه الاهلي كانها المباراه الاخيره بالنسبه لهم، كانها مباراه كاس، كانها مباراه يعني خلاص اخر مباراه في الكون، المباراه اقصائيه يعني. المباراه اقصائيه، وده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعتبر افضل فترين عرض لعرض اي حد يعني. فمش بيعرض نفسه بس، ده بيعرض الاخرين كمان طبعا. اي حد عايز يعرض نفسه فبيعرض نفسه قدام النادي الاهلي، فعشان كده كله بيبقى عنده دوافع، عنده حماس، عنده رغبه في تحقيق نتيجه طيبه قدام النادي الاهلي. الفكره ان اربع مواجهات، طبعا البنك الاهلي حديث بقاله موسمين موجودين في الدوري، لكن السنه دي الحقيقه يعني على غير المتوقع، بالرغم ان هم دعموا بصفقات كتيره جدا لكن لم يحققوا النتائج المرجوه حتى الان. 14 مباراه لعبوها، فازوا في مباراتين فقط، اتعادلوا في 6، خسروا في 6، عندهم 12 نقطه، جايبين 16 جون عليهم 19، يعني نتائجهم كلها سلبيه. تغيير كبير جدا في الاجهزه الفنيه، بدايه من الكابتن خالد جلال بدا الموسم تقريبا لغايه الموسم التاسع او العاشر، بعد كده كابتن حلمي طولان كمل معاهم اربع خمس مباريات لم يكسب الا مباراه ورحل وتولى المهمه الفنيه. المدرب الشاب الواعد كابتن امير عبد العزيز اعتقد عنده طموحات كبيره جدا، عنده رغبه كبيره جدا. يمكن كان عندهم ماتش الاخير مع الاتحاد السكندري وبداوا المباراه بدايه حلوه قوي يعني. تقدموا 2-0 في الشوط الاول على الاتحاد السكندري، لكن الاتحاد السكندري قدر يعمل رومنتادا غريبه جدا في الشوط الثاني وقدر يكسب 3-2. ده بيصعب المهمه في مواجهه النادي الاهلي طبعا. كمان النادي الاهلي جاي وعامل فوز كبير جدا على نادي الزمالك بثلاث اجوان بعد عرض كبير جدا في الشوط الثاني. اعتقد طبعا ان الناس عندها رغبه في ان احنا نشوف نفس الانتصار، نشوف نفس، لكن كل مباراه بيبقى ليها ظروف. الناس عندها رغبه مش ان هي تشوف نفس اللي شفناه، عايزه تشوف اعلى على الاقل من منطلق ان نادي الزمالك برضو كانت يعني عنده كتيبه مدججه بالنجوم وثقه لنادي الزمالك وزخمه المعهود، لكن البنك الاهلي زي ما حضرتك بتقول هو حديث نسبيا بالدوري اصلا. بالظبط بالطبع يعني. انا من وجهه نظري انك لما تواجه فريق كبير واسم كبير وتقيل بتبقى اسهل من انك انت تواجه فريق يعني مش هقول اقل، لكن فرقه بالظبط بتواجه ليه، لان معظم الفرق بتواجه الاهلي بطرق دفاعيه كبيره جدا يعني، لكن فده بيصعب المهمه. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يقدر يحقق الفوز، لانه فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك والمعنويات العاليه. كمان دي المباراه الختاميه للنادي الاهلي قبل سفره الى مونديال العالم، الى البطوله العالميه التي لم يشارك فيها من مصر الا النادي الاهلي 8 مرات، 3 برونزيات، حاجه عظيمه جدا، حاجه عالميه جدا للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان ما يحققه الاهلي في البطوله السنه دي ان شاء الله يكون افضل من البطولات السابقه. بعض الناس
ليها اراء مختلفه. البعض بيرى ان مفروض المباراه دي يبتدي كولر يعتمد اكتر على الصفقات الجديده وما يعتمدش على السكواد الاساسي، على اساس ان هو يريحهم شويه واحنا داخلين على بطوله كاس العالم للانديه، وزي ما حضرتك قلت المباراه دي مش اللي هي يعني يتقلق منها الى حد ما، ممكن تكون صعبه فيها تنافسيه وكل حاجه، بس مش المباراه اللي انا محتاج فيها السكواد بتاعي الاساسي كامل يكون متواجد. هل حضرتك مع الراي ده ولا مع فكره ان لا انا عايز السكواد الكامل، السكواد بتاعي الموجودين اللعيبه الاساسيه، فكره برضو ان انا ممكن العب بالصفقات الجديده ببعض اللعيبه اللي هي مش هقول احتياطي بس البدلاء، ده ممكن يديهم ثقة، ممكن برضو يبقى ليها أدفانتج أو يعني جانب إيجابي، أنا بديه ثقة، ببتدي أمرنهم أكتر، ببتدي أدخلهم في زي ما بتقال كده الأساس أو يعني الأرض، أرضية الملعب أكتر، في الكيمستري ما بين اللعيبة، بعودهم أكتر، بديهم ثقة. هل بتشوف ده ولا ده الأرجح حاليا في الفترة اللي احنا فيها؟ الحقيقة مستر كولر ما حدش يتوقعه، دايما بيفاجئنا بحاجات احنا ما نتوقعش على الإطلاق، بس تبقى كلها صح يعني في النهاية يقلق منها الواحد، بس هي بتبقى مظبوطة. يعني احنا لغاية دلوقتي والمباراة النهاردة ما حدش يعرف مين في القائمة ومين بره القائمة، يعني كل اللي بنعمله احنا كإعلاميين وكصحفيين اجتهادات وتوقعات ومعلومات بنشوفها يعني. لكن ميرسر كولر عنده غيابات كتيرة جدا، يعني لكن انت عارف عندنا تقريبا 12 13 لاعب مش موجودين مع النادي الأهلي في المباراة اللي جاية دي، فده بيصعب المهمة بالنسبة له. فكرة الصفقات الجديدة والصفقات القديمة واللعيبة الأساسية والشباب الأساسية خلاص ما بقتش موجوده، لان هو استعان بيهم. يعني احنا خد عبد الفتاح اللي هو جاي ما لعبش مع الاهلي خالص، ولعب في القمه على طول، ويلعب ماتش الزمالك ويلعب في مركز كمان غير مركزه ويؤدي بهذا الشكل ويكون واحد من افضل اللاعبين الموجودين في المباراه، ما بقاش صفقات جديده، ده دخل في الامور. مروان عطيه ايضا دخل وشفناه لاعب جيد مميز، كورته حلو، عنده شخصيه، بيقدر بيؤدي بشكل قوي جدا، وده المهم بالنسبه لاي لاعب يخش النادي الاهلي، لان فانيله النادي الاهلي زي ما بيقولوا تقيله، فمحتاج اللاعب اللي يجي يكون عنده شخصيه النادي الاهلي. ممكن يكون لاعب كويس وامكانياته كويسه ويجي ولا يوفق في النادي الاهلي، في لعبه كتير جدا كانت مميزه جدا جت النادي الاهلي ما عملتش حاجه، طلعت النادي الاهلي برضه عملت حاجه. فانت محتاج لاعب بمواصفات خاصه، بقدرات خاصه، بشخصيه خاصه. كولر هيعتمد دايما بيعتمد على يعني افضل 11 لاعب موجودين معاه في الملعب، ودايما بيعمل تبديلات، يعني ما عنده كتير جدا بيعمل تغييرات. من بدايه الموسم عودنا ان هو ما فيش استقرار على التشكيل، بالرغم من اعتراض الخبراء على ده بشكل كبير جدا، صح. ان اي نادي بيكون فيه استقرار في التشكيل، لكن هو عنده دي مدرسته، هو شغال عليها وبيحقق بيها انتصارات. يعني الاهلي الافضل 14 مباراه 10 انتصارات 4 تعادل، اعلى نسبه اهداف في السيزون في الفرق اللي موجوده 18 25 جون، شباك الاهلي لم تستقبل غير 5 اهداف. اذا لنا لوم كره بنه شجعه وانا ادفعه ولا مباراه بالظبط، يعني لا بيخسر. دي مدرسته ولا دي طريقته في التعرف على امكانيات وحدود طاقه كل لاعب منهم وبشكل عملي بعيدا بقى عن التدريبات؟ يعني فكره الروتيشن اللي هو بيعمله بشكل دوري واللي نتج عنه زي ما حضرتك تفضلت كده ان في اغلب الاحيان ما بيكونش في ثبات في التشكيل، ما ممكن برضو الراجل نسبيا نقدر نقول ان هو ما بقالوش برضو كتير، فممكن يبقى عايز يشوف بشكل عملي ترجمه للتدريبات اللي هو عملها مثلا مع اللعيبه في ارض الملعب في مباريات حقيقيه، ولا شايف الحكايه لا حكايه ما بقالوش كتير دول. هو المباراه اللي جايه دي المباراه رقم 17 ليه، احنا يعني لعب 13 مباراه في الدوري وغير ماتشين في دوري الابطال غير ماتش السوبر مع الزمالك اللي بدا بيه السيزون. لا خلاص يعني مدرب هو جه برده على مشامه الراجل جدا، دخل على معطرك وعلى وضع ما كانش مظبوط قوي وكان مطلوب منه ان هو يعيد تصحيح الاوضاع. فيعني بص استاذ كريم، اي حد يتولى الاهلي ده قدره، دايما بيجي على انك جاي تنتصر وعندك جمهور لا يقبل الا النصر ولا يقبل الا البطوله، يعني فانت صحيح ده مش كتير في كره القدم، لكن جمهور الاهلي متعود على كده، والنادي الاهلي عود جمهوره وعشاقه على كده ان هو دائما رقم واحد وانه يحقق الانتصارات في كل المباريات، فهو جه على كده وما زال بيحقق هذه الاهداف. يعني حتى الان لم يتعادل كولر الا في 4 مباريات في الدوري اللي خسر فيهم من خط اللي احنا تابعناه، فهو احيانا الظروف بتجبره على ده. يعني لما كنت عندي اصابات كتيره جدا بعد ما اعتمد على لعيبه معينه، يعني بعد ما كنت اعتمدت على بيرسي تاو مثلا في الهجوم ورجع ماتشين واصيب، فاضطريت لازم اغير. الان جاء كهربا، ويمكن حتى كهربا عنده بعض الاجهاد والشد، هل هيلعب النهارده ولا مش هيلعب؟ كان عندك المهاجمين شريف وشادي وحسام، وحسام مشي
وشريف موجود وكان عندهم سوء توفيق ومستوى متراجع بعد الشيء، الان شريف رجع يعني. فالامور كلها يعني الظروف اللي حواليه هي اللي بتفرض عليه اختيار التشكيل للنادي الاهلي. لكن جميل ان يبقى عندك روتيشن كتير جدا وعندك تغييرات كتير جدا، لان النادي الاهلي اولا عندك ضغط مباريات كبير جدا، ثانيا داخل على الكاس عندك الدوري وداخل على كاس العالم للانديه وبعد كده دوري الابطال وبعد كده كاس مصر وبعد كده في لو كاس رابطه عملوه، فداخل في كم كبير جدا، فعايز كم كبير جدا من المباريات. ودايما الفرق الكبيره يكون عندها عدد كبير جدا من اللاعبين في كل المراكز، يكون عندك في كل مركز ثلاث اربع لعيبه على الاقل، ثلاثه في فوق وممكن واحد ولا اثنين تحت السن، بدليل انك في ماتش زي ماتش الزمالك وماتش مهم جدا وماتش يعتبر ماتش مفصلي في البطوله، غير ان هو بطوله خاصه ومهم جدا الانتصار فيه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، عندك خط الدفاع بالكامل غايب. متخيل ان خط الدفاع بالكامل للنادي الاهلي غايب؟ المتولي غايب، عبد المنعم غايب، ياسر ابراهيم غايب، وعندك السولية غايب، وعندك حمد فتحي كان تعبان، وعندك اكرم توفيق، وعندك كريم فؤاد بس ممكن اقول حاجه استاذ محمد، عدد كبير جدا. القصه زمان يمكن مش هحدد مع اني مدير فني تحديدا احتراما طبعا للي قدموه للنادي الاهلي، بس القصه زمان كانت مع بعض او احد تحديدا المديرين الفنيين كانت بتبقى صعبه جدا لما يبقى عندي سكواد واللي هو معتمد عليه على طول ويبقى فيه غياب او فيه اصابه، لان ساعتها انا ما كنتش بلاقي بديل بنفس المستوى لهذا اللاعب في هذا المركز. دلوقتي انا بشوف ان كولر استطاع ان هو يحل هذه الازمه، ان انا دلوقتي واحد غاب، واحد اصابه، واحد مش في حالته الفنيه، انا عندي واحد واثنين مكانه ممكن يجوا يقدوا بنفس الشكل، وشفناها في المباراه الاخيره، وشفنا لما لم يتم الاعتماد على قفشه بشكل كبير وكان الفريق المنافس كان معتقد ان احنا هنلعب ونعتمد على قفشه في هذا المركز، يعني شفنا الروتيشن اللي عمله والذكاء اللي عمله بصراحه مارسيل كولر اللي ادى في النهايه ان انت فزت، وفزت بلعب حلو قوي تحديدا طبعا في الشوط الثاني. دي نقطه اعتقد تحسب كولر جدا. النقطة الثانية اللي عايزة اتناقش مع حضرتك فيها وتقولي رأيك فكرة هنا أنا وكريم وأعتقد كلنا اتكلمنا فيها كتير، وهي الفاينل تاتش أو الفينال بتاعنا أو اللمسات الأخيرة، اللي أنت بتلعب لعب حلو جدا وتيجي عند اللمسة الأخيرة ما تتوفقش. دي أزمة عندنا، ويمكن برضو شفناها في ماتش الزمالك لكن مش بنفس الكم اللي شفناه قبل كده وشفناه الموسم اللي فات. خليني أروح مع حضرتك بداية من هذه النقطة، وبرضو من وجهة نظرك إزاي ممكن مارسيل كولر يتغلب على هذه المشكلة، لأن أنت داخل على كأس العالم أندية زي ما كنا بنتكلم وعندناش رفاهية أبدا أبدا نقطة أو هدف يضيع. يمكن دي كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه النادي الأهلي، رغم ان النادي الاهلي مسجل 25 هدف، الاعلى اهدافا، الاعلى احرازا للاهداف، ده لكن الفريق هجوميا ما عندوش اي مشكله خالص، هي الفكره ان مين اللي بيسجل الاهداف؟ فكره تسجيل الاهداف للمهاجمين قليله جدا، يمكن شريف قبل ماتش الزمالك مسجل هدفين، وشادي مسجل جون، وحسام حسن اللي كان موجود ومشي من ايام ما كانش مسجل، فدي كانت عامله قلق كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، عشان كده كولر دايما كان بيبحث عن مهاجم يعد له التوازن ده ويسجل الاهداف ويستغل الفرص دي، يعني في بعض الماتشات اللي احنا تعادلنا فيها زي ماتش مثلا سيراميكا الاهلي عامل مش اقل من 20 غره هجوميه على المرمى ولا مسجل منها اهداف، ده نتيجه ما عندكش مهاجم كان قناص يقدر يسجل يعني اهداف، فهو اشتغل على ده كتير جدا. حساسيه التهديف بتبقى بس في اقدام المهاجم الصريح. بالظبط، مش يعني المفروض تبقى موجوده يعني الحاسه دي عند كل اللعيبه. لا يعني في فرقه كبيره زي النادي الاهلي معظم اللي بيبقوا موجودين يقدروا يعني يكون لهم ادوار كتيره جدا، ادوار دفاعيه. احنا بنتكلم على النادي الاهلي، ففي حال عدم وجود او في حال غياب مهاجم صريح المفروض ان بقيه اعضاء خط الهجوم يبقى عندهم نفس القدره على التهديف. بالظبط، يعني هو بيعتمد على الحاجات دي، بيعتمد على اللعب الجماعي، على اداء الفريق طول الوقت. لذلك معظم الاهداف بيسجلها اللعيبه غير مهاجمين يعني، فبيحاول يجرب يعني لما دفع ببيرست تاو فسجل، لكن طبعا الاصابه بعتته، الان كهربا دخل، الان شريف دخل، وده مهم جدا، ده بجانب النادي الاهلي بيدور على الصفقه اللي كلنا بننشدها او الصفقه اللي كله عايزها، صفقه المهاجم الصريح المميز اللي يقدر يصنع لك الفرق، اللي يقدر يسجل لك من نص فرصه، من ربع فرصه، او من عشر فرصه، او من فرصه تكاد تكون معدومه يقدر يحقق لك ويسجل اداء، هو اللي يخلقها من بالظبط. ده مهم جدا، ونتمنى النادي الاهلي يحسم هذا الملف قبل السفر الى ان شاء الله، طبق المعلومات اللي عندنا ان قبل نهايه الشهر الحالي هيتم حسم امر المهاجم علشان تحل المشكله دي بشكل كبير جدا، لان ده هيزيد من غله الاهلي في التهديف بشكل كبير جدا. يعني طيب انا ممكن اتكلم في سؤال عام،
يعني انا هتكلم تحديدا مع حضرتك او عايزه سؤال يبقى موجه عن الدوري هذا الموسم. الموسم اللي فات راح وزي ما بتقال ولا خلاص بكل المشاكل والضغوطات والحاجات، كان على النادي الاهلي تحديدا والخلفيات اللي احنا كلنا عارفينها وتابعناها وتكلمنا فيها. بدانا موسم هذا العام موسم حلو جدا وكانت بدايه حلوه جدا، ولحد دلوقتي احنا ماشيين بخطوات كويسه مع الصفقات المختلفة لكل الأندية واللي عددها يكاد يكون فوق ال 12 صفقة و 13 صفقة، وفي فرق كاملة اتعمل لها صفقات وغيره، والصرف اللي اتعمل رأس المال برضو كان ليه دور كبير في بعض الأندية، المديرين الفنيين اللي اتغيروا، كل ده من وجهة نظر يعني مسيو محمد أو أستاذ محمد لصالح الدوري، وهل فرق بشكل كبير جدا هذا الموسم ولا الصفقات زي ما بيتقال كده البعض؟ طبعا حضرتك عارف دايما في ناس بتنتقد بس، فبيقال أو بيقولوا الصفقات دي ما عملتش حاجة مع أي حد، يعني حتى لما أسوان كسب الزمالك وكان عامل طبعا صفقات كتيرة جدا كان حاجة كده بالصدفة وضربة حظ وخلاص، يعني الكم الصرف والصفقات ملهاش قيمة، بتتفق أم بتختلف؟ لا 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 طبعا بختلف، لأن مؤكد إن الأندية كتير جدا عملت صفقات مهمة جدا وفرقت معاها كتير جدا، شايفين ده في فيوتشر، شايفين ده في بيراميدز، شايفين ده في عدد كبير جدا من الفرق اللي موجوده في الدوري، وفي ما عملش معاهم فارق. الفرقه اسوان اللي حضرتك بتقول عليها جايبه مش اقل من 20 لاعب كمان، اه غيروا معظم الفرقه تقريبا، يعني كانت موجوده عدد كبير جدا من اللاعبين، وكمان يمكن حتى بداوا اول 3 اسابيع كانوا وحشين جدا وخسروا 9 بونت في اول 3 خسروا اول 3 ماتشات، وتغير الجهاز الفني وجي جهاز فني جديد، عدم الاستقرار ده برضو مش لكن جيد، لكن ال- 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 الصرف طبعا بيفرق مع الفرق، لكن بتصرف ازاي وبتصرف فين وبتجيب مين. يعني انا هاخد الاهلي كنموذج، يعني النادي الاهلي بيفكر دايما في الاماكن اللي ناقصه عنده وبيجيب منها لعيبه. في ناس بتجيب صفقات لمجرد ان تجيب صفقات، مجرد ان انا اجيب لعيبه واحطها في الفرقه، حتى لو عندي لعيبه في نفس المركز انا بجيبه واحط، فبالتالي يحصل تضارب وممكن ما تستفدش بالصفقات. فانا لما اتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي كان عنده مشكله في الناحيه اليمين، ليه؟ بعد اصابه اكرم وبعد اصابه كريم فؤاد ما بقاش عندك غير هاني، فبالتالي انت محتاج لاعب، فجري بسرعه وجاب واحد الناحيه اليمين، صح وظفه في المباراه الاخيره كقلب دفاع لظروف اللي حصلت اللي حضرتك اصابات خط الدفاع بالكامل، لكن في النهايه جاب لاعب يفيدك في الناحيه اليمين، واعتقد ان احنا هنشوف خد عبد الفتاح في المباراه النهائيه في المركز الاساسي بتاعه. محتاج لاعب في خط الوسط عشان يكون داعم ليك، لان برضو في بعض الفترات احيانا بتفقد الثلاثه اللي موجودين، فيكون عندك لاعب محتاج جناح، فجاب كريستو الان بيبحث عن الحته المفقوده عنده، المهاجم بيدور عليه مش محتاج حد تاني. فالفرق اللي بتشتغل بالشكل ده اعتقد هي بتجيب صفقات تفيدك وتضيف ليك، لكن اللي بيجيب مجرد لعيبه ويحطها ان بجيب 7 و8 و10 و15 وحطهم اعتقد بيبقى صرف في غير محله يعني. صح. احنا متفقين على ان معظم الفرق اللي في يعني فرق في المستوى بينها وبين النادي الاهلي عادة لما بتقودها الأقدار لمواجهة النادي الأهلي غالبا ما بيلجأوا لأسلوب الدفاع والتكتل الدفاعي المستميت والاعتماد على الكرات المرتدة أو الهجمات المرتدة في حال وجود فرصة لوجود هجمات مرتدة. تتوقع أن السيناريو ده هيحصل في ماتش النهاردة مع البنك الأهلي، ولا شايف أن الماتش ممكن يكون مفتوح من أول لحظة؟ هو طبعا اتوقع ده، لكن المشكله ان احنا المدرب البنك الاهلي مدرب جديد على الدوري المصري، يعني هو امير عبد العزيز اول سنه اولى مدير فني، ودي تاني مباراه ليه، يعني كانت اول مباراه ليه كانت قدام الاتحاد السكندري وادى فيها بشكل مهاجم وتقدم بهدفين وخسر، وهو يبحث عن الفوز على فكره قبل التعادل، اكيد يعني اذا كان النادي الاهلي بيبحث عن الفوز فالبنك الاهلي بيبحث عن الفوز، لانه وضعهم صعب جدا، بس هو قدام تحدي صعب اللي هو تاني مباراه ليه مع النادي الاهلي برضه صعب. اه بالظبط، يعني فليس من المدرب اللي هو طبعا لم نكتشف شخصيه امير عبد العزيز لغايه دلوقتي، هل هو من المدربين المدافعين، هل هو من المدربين المهاجمين، هل الضوء اللي شفته في ماتش الاتحاد لا اللي شفته في ماتش الاتحاد لعب بتوازن الى حد كبير جدا، يعني دافع وهاجم ولكن في النهايه خسر المباراه، فده هنشوف. يعني انت مثلا لو قلت لي الاهلي هيقابل سموحه، عارف انا كابتن طارق العشري بيشتغل ازاي، هيقابل الانبي عارف كابتن طلعت يوسف حافظينه بقاله سنين، فده فكر جديد ورؤيه جديده مختلفه للدوري المصري، مجهوله لسه بالنسبه لمعظم الناس. بالظبط مجهوله، وده مشكله، ما تعرفش هيلعبك ازاي لانه جايب فكر جديد. وميزه الدوري المصري السنه دي ان ضخ دماء جديده في العمليه التدريبيه. بالزبط. شفنا ايمن الرمادي اول مره يظهر مع اسوان، اسم ما كانش حد يعرفه خالص مصر، بالرغم ان هو مدرب متميز جدا بقى له 20 سنه في الامارات وعامل نتائج كويسه جدا سواء على مستوى الدرجه الاولى او مستوى الدرجه الثانيه. شفنا اديع عبد الباقي جمال مع غازي المحله تولى بعد بابا فاسيليو، ايمن عبد العزيز بيتولى بعد كابتن حلمي طولان. الحقيقه يعني
في وجوه جديده بتظهر في الدوري وبتادي بشكل كويس جدا. اعتقد انا ما اقدرش اتنبا اذا كان هيلعب دفاع هجوم، لكن هو قدام النادي الاهلي اي حد مجبر ان يدافع بشكل كبير جدا. طب لان لو فتح قدام النادي الاهلي هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه له. الدفاع المستميت ده بيقتل لك الماتش ويخنق لك اللعيبه ومش عارف يعني يعني في فرق واجهت النادي الاهلي بخطه 9-1، يعني 9 موجودين قدام الجون ها وواحد قدام وخلي بالك ان ممكن 9-1 نجيب فيه الجون كمان، يعني لانك انت يعني مندفع هجوميا اي كره ممكن تبقى هجمه مرتده وتسجل فيها. ففي فرق رحت لها بس مميته 9-1 يا استاذ كوسه. اه والله العظيم مميته يعني بيلعب يعني تلعب ازاي انت؟ طيب ما تلعب ازاي؟ هتلاقي مساحه فين؟ وده شفناه في اكتر من مباراه، يعني مش عايز اضرب لك امثله من بعض المباريات اللي تعادل فيها الاهلي، هتلاقيه حاطط 4 5 4 وفي واحد واقف كمان على دايره السنتر بيرجع يساعد معاهم. فدي عامله مشكله كبيره جدا. نتمنى ان نتخلص من الفكر ده. العب الغريب بقى ان في ناس طلعت تشيد بده بعد المباريات وتتكلم عن قدرات المدرب العاليه وازاي قدر يوقف النادي الاهلي. طب ما هو الدفاع سهل جدا، لكن انت توقف النادي الاهلي العب وهاجم وهات اهداف وتفوق على النادي الاهلي، لكن فكره انك انت ترص الفرقه كلها ورا اعتقد. لكن في النهايه هو كمدرب بيقول لك انا اللي العب اللي افوز بيه العب بيه، انا عايز اجيب نقطه من النادي الاهلي اجيبها باي طريقه، ما حدش يلومني على الطريقه دي. نادي افكارهم لهم كل التقدير ولهم كل الاحترام، لكن ده في كره القدم بيبقى عمليه صعبه جدا. العب واستمتع وادي الكره بشكل كويس جدا وورينا قوتك الدفاعيه وقوتك الهجوميه. يعني انا لسه طبعا حديثنا مطول، بس انا لو تسمح لي انتقل عالميا وارجع تاني لان ده موضوع الساعه حاليا، ما ينفعش ان حضرتك الفقره تنتهي وفاضل فيها مش كتير يعني. فنستغل برضو وجودك ونتكلم شويه عن ما صدر وتداول في الفتره الاخيره تحديدا ال 14 ساعه اللي فاتوا او اقل كمان عن محمد صلاح وليفربول. رايك ايه استاذ محمد في هذا الموضوع وفكره يعني تعليق سوء اداء ليفربول هذا الموسم من يورجن كلوب على محمد صلاح، وكلام عن بيعه وكلام ان هو لا يروح بي اس جي ولا يروح برشلونه ولا ده هيبقى حاجه كويسه ولا وحشه اصلا لليفربول. ناس كتير مستاءة كانت على السوشيال ميديا تحديدا على تويتر من جراء هذا الخبر. رايك ايه في الموضوع ده؟ يعني هو لما كان ليفربول متالق وعالمي واخد دوري الابطال كان محمد صلاح هو الهيرو بتاع الفرقه، هو اللي كان البطل اللي بيعمل كل الانجازات وما كانش حد فيه بقى بيحاسبه لما ما كانش حد فيها. كان طبعا غير مظبوط، ما فيش لاعب لا هو بيصنع امجاد الفرقه ولا يتحمل لاعب بمفرده انكسارات الفريق. يعني هو ليفربول وان كان انا اسف بمقاطعه حضرتك، وان كان ودي كلمه حق لازم تتقال، محمد صلاح كان استثناء. محمد صلاح ساعد بقوه ماشي. في طبعا يعني ساعد اعلاء شان ليفربول طبعا، ده مهم جدا طبعا. يعني بس أنا مش هو اللي ياخد اللوم فعلا دلوقتي. في لعيبه عندها قدرات خارقه بتصنع الفرق مع فرقها بمهاراتها بقدراتها، بتقدر تخلص ده زي ما بنشوف زي ميسي زي كريستيانو رونالدو زي مارادونا. لاعب كبير جدا يقدر يصنع فرق مع الفرق، يقدر يشيل فرقه، لكن في النهايه لما الفرقه تقع مش هو هيبقى المسؤول. يعني لو جبت ميسي وحطيته في فرقه وقع خلاص هيعمل مش هيقدر. يعني ميسي موجود مع باريس سان جيرمان ما قدرش ياخد دوري الابطال خالص، واداؤه مختلف عن برشلونه. واداء مختلف تماما يعني عن برشلونه. كان مع برشلونه بياخد دوري الابطال ومكسر الدنيا والامور عاديه جدا. فطبعا يعني من الظلم ان محمد صلاح يتحمل مسؤوليه هبوط مستوى ليفربول، في هبوط كامل في الفريق وده طبيعي جدا. الفريق وصل للقمه على مستوى العالم فترات، كان من احسن الفرق في العالم، واخد كل حاجه دوري الابطال والدوري الانجليزي والكاس الانجليزي ومكسر الدنيا وعامل كل الارقام، لكن في النهايه حصل تراجع للفريق كله. فمحمد صلاح مش هيشيل الفرقه كلها وياخد الكره من الجون للجون. استاذ محمد مش ملاحظ مؤخرا بقى الموضوع ده فعلا منتشر؟ يعني لو حد مثال مثلا مع الفارق طبعا في الظروف، بس لو حد مثال بكريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد وتن هيج وفكره برضو لوم شويه كريستيانو ان هو جه لم يقدم شيء. على الصعيد الثاني دلوقتي عندك يورجن كلوب هو اللي بيحاسب محمد صلاح على ان ليفربول مش في افضل حالاته. يعني فكره لوم دلوقتي المدير الفني لبعض اللعيبه وتحملهم المسؤوليه او تحملهم المسؤوليه، ده بتشوفه ازاي؟ يعني ده برضو سيناريو مش معتاد كان في السابق. كان بيتحاسب المدير الفني وهو اللي كان بيتم الحديث حوله وانتقاده وربما كمان تغييره. يعني ده انا من وجهه نظري ليس من الامور الجيده، لان ده طبعاً يعني يجيب اثار سلبيه اكتر ما هي موجوده في الفريق. ما فيش مدرب بيهاجم لعيبته، ما فيش مدرب بيقلل من قدراتهم ويحملهم مسؤوليه كامله. يعني عدد كبير جدا من المدربين بيبقى موجود وفرقته تخسر
وشفنا ده يمكن كان عندها في مصر مستر مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الاهلي واحد من افضل المدربين الاجانب جوه في مصر. كان ممكن يبقى الاهلي وحش ويجي يطلع في المؤتمر الصحفي ويقول انا اللي اتحمل المسؤوليه وانا اللي اتحمل الخساره، حتى لو ده ظاهريا قدام الاعلام حفاظا على معنويات اللعيبه بتاعته، حفاظا على قدراتهم، حفاظا ان هو يقدر يصلح ويطلع بيهم تاني. لكن انت لما تدمر لعيبتك وتحملها المسؤوليه وتبعد نفسك عن المسؤوليه وتبعد نفسك عن الاجواء الحقيقيه، اعتقد ده امر غير جيد من المدرب. زود يعني من احساس المفاجاه بل والصدمه عند معظم الناس اللي متابعين الموضوع ده فكره ان يورجن كلوب بصفه خاصه يعني طالما اشاد بل وتغنى بمحمد صلاح وقدرات محمد صلاح، فالكلام طالع منه غريب المره دي. يعني 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 قال فيه قصائد شعر صحيح. يعني ومدح غير طبعًا. محدود وفترات وانه لاعب غير عادي ولاعب غير مسبوق. يعني لو جمعنا الكلام الايجابي والكلام الاشادات اللي قالها كلوب على محمد صلاح كتير جدا وكل اللي موجودين في الخبراء الموجودين في الدوري الانجليزي، فانت لما تيجي دلوقتي تتكلم عنه اعتقد ان ده امر غير جيد بالنسبه لك كمدرب وربما غير مقبول. خايف يا استاذ محمد ان هو يلقى اللوم عليه او الجماهير تلقي اللوم على عليه، انا بتكلم على يورجن كلوب، فهو عايز يعني يخرج نفسه من الازمه ويبتدي ان هو قال يعني هيعمل صفقات جديده، هيستغنى عن صلاح، هيحدث تعديل في الفريق، فده يبتدي يلفت الانظار بعيد عنه شويه ربما. والله وانا عمري لان ناس كتير طالبت في الفتره الاخيره برحيله، بالمناسبه يعني ناس كتير تحدثت عن رحيل يورجن كلوب. كفايه هو امر بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي شخصيا امر يعني غير متوقع وامر صادم الحقيقه ان مدرب كبير بهذا الشكل يعمل على لعيبته بهذا الامر ويتحدث بالشكل السلبي ده عن اللعيبه ويصدر لها طاقه سلبيه ويقلل من قدراته ويقلل مجهودهم، ده اعتقد طب اللعيبه هتعمل معاك ايه في الماتش اللي جاي؟ ما انت ما دول جنودك وهيلعبوا باني نفس ودول جنودك ودول اسلحتك، فانت لما تحطم الحاله المعنويه بتاعتهم ودي مهمه جدا في الملعب، ان لما اللعيب يفقد حماسه وهو بيلعب خلاص ما بقاش عنده حماس ولا دوافع، فالامر ده يكون سيء جدا وصعب جدا ونتائجه هتبقى اسوء مش على كلوب، هتبقى على نادي ليفربول كله يعني. طب احنا بطبيعه الحال طبيعي جدا ومنطقي جدا ان احنا بقى مشعوفين على محمد صلاح ومتحيزين ليه، وده احنا دايما بنقدمه بان ابننا محمد صلاح، ابننا محمد صلاح. يكونش محمد صلاح في الموسم ده، وانا برضو عايز اعرف رؤيه حضرتك يعني من خلال متابعتك للماتشات اللي فاتت مع ليفربول، بعيدا عن تدني وتراجع مستوى ليفربول ككل، انا بكلمك على محمد صلاح بصفه فرديه، هل لاحظت ان في هبوط نسبي في مستوى محمد صلاح يخلي الكلام اللي بيتقال ده فيه شيء من المنطق، ولا احنا عشان متحيزين لمحمد صلاح فاحنا مش متقبلين اي كلام سلبي يخصه؟ بص محمد صلاح من ساعه صلاح ليفربول هو السوبرمان للفريق، وهو اللي بيساهم بدرجه كبيره جدا طبعا في الانتصارات. انا بتكلم حضرتك على الموسم ده لا تمام، انا بقول لك بشكل عام، وغالبا كان في معظم المواسم اللي فاتت هو الجرار بتاع الفريق طبعًا. اللي بيجر القطر كله طبعًا. ويصل بيه الى الهدف المجهود. مفيش لاعب في العالم بيقعد مستواه ثابت سنين وسنين مؤكد في فتره معينه الا ميسي الصراحه يعني هيجي جاي هو بعد يمكن كاس العالم عالي بيه شويه رضيت يا عم ميسي يعني بعد طول غياب، بس ده واقع للاسف يعني ما قلتش كريستيانو يعني هو للاسف برضه مش حقيقي، لا جاي يعني ميسي ما تقلقش. فصلاح عادي طبيعي جدا، ويمكن هبوط العام برضه للفريق بيؤدي الى مستوى الفرد في يعني لما فريق كامل ممكن مستواه يتراجع معاك، فانت هتعمل ايه؟ اكتر من ماتش كمان كان محمد صلاح بيلعب في مركز اصلا غير مركز بالظبط يعني، ففي ظروف معينه بتاثر عليه، لكن احنا بالنسبه لنا هو شايفه كده مش كده، احنا بالنسبه لنا محمد صلاح بطل لا يقارن وظاهره يعني صعب تكرارها بالنسبه لنا، وان كنا نتمنى تكرار هذه الظاهره يعني. كان محمد صلاح لاعب كبير جدا قدر بجهده وعرقه وكفاحه وموهبته وحماسه واصراره ورغبته وهدفه اللي حطه قدامه من ساعه ما راح اوروبا قدر يحقق حاجات احنا ما كناش نتخيلها الحقيقه طبعًا. فطبعا له كل الدعم مننا وله كل التقدير وسيظل ايقونه للكره، مش الكره المصريه ده، في الكره الانجليزيه وفي الكره العالميه بات يعني حاجه عالميه يعني. نروح بقى او نرجع بقى، مش هنروح هنرجع هنرجع للدوري، تعالى بقى نتكلم شويه ننزل بقى. ننزل بقى ننزل بقى جاهزين. كنت سبتينا بقى في الملف العالمي معلش الحال هنعمل ايه؟ طلعينا للدور العاشر وتنزلنا ده. خلينا نتكلم شويه بقى عن الحكام، طبعا نقول لحضراتكم برضو بالنسبه لمباراه الاهلي والبنك الاهلي عندنا حكم الساحه كابتن احمد الغندور، حكم مساعد اول كابتن احمد توفيق، حكم مساعد ثاني كابتن سمير جمال، حكم رابع كابتن صبحي العمراوي، وحكم الفار محمد صباحي، وحكم الفار مساعد هاني خيري. مهم جدا ان احنا نذكر كمان التحكيم ونتكلم شويه في التحكيم المصري حتى هذه اللحظه ورؤيه حضرتك بمنتهى الشفافيه
وهل في تقدم في هذا الملف الى حد ما منذ استقطاب كلايتنبرغ، ولا احنا ما زلنا في نفس الدوامه، ما زلنا في نفس الاخطاء، ما زلنا في نفس الانتقادات اللي بتوجه للتحكيم المصري؟ تمام. يمكن قبل ما اخش اجابه مباشره على سؤالك، يعني عايز اتكلم على التحكيم اللي كان في ماتش الاهلي والزمالك. تمام. وتحقيق الاهلي الانتصار بالثلاثه في وجود تحكيم اجنبي، كثيرون يتحدثون على النادي الاهلي لا يحقق انتصارات الا في وجود حكام مصريين، هذا هو التحكيم الاجنبي ان النادي الاهلي بيحقق بيه انتصاراته الكبيره جدا سواء على المستوى القاري بيحقق تحكيم اجنبي، سواء في مواجهات القمه كلها مع فايز بالثلاثه على ذلك. فماتش بيراميدز طلب تحكيم اجنبي والاهلي فاز بالثلاثه، مفيش اي كلام خالص على الموضوع ده، ما كانش في اي قصور يخلي الفريق المنافس حتى يقول لك ده بص الحكم عمل، ما فيش اجماع على جوده التحكيم، مفيش حاجه، ما حدش اتكلم ولا حدش فتح بقه في الثلاثة الأولانية والثلاثة التانية. نروح دلوقتي لفكرة التحكيم السنة دي. الحقيقة أنا شايف الأمور يعني بتصير بشكل جيد، يعني مش 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 كارثية، يعني يمكن الأخطاء تراجعت بنسبة كبيرة جدا، يمكن لو كان عندنا مثلا 30% في الأخطاء تراجعت 15%، فبقت نسبة الخطأ قليلة جدا، ويمكن وجود فار ده ساهم بنسبة كبيرة جدا في تقليل من الظلم للفرق. صحيح ما انتهاش تماما يا استاذ قوس، ما انتهاش يا استاذ قوس، ده الواحد وصل لدرجه ان هوند بتقول حكم الفار، الواحد يسمع كلمه فار يقول يا ساتر يا رب. والله المفروض ان دي اداه جديده او كارت جديد لاحقاق الحق. ما انا بقول لك يعني ما انتهاش، المفروض انك تصل مع الفار الا نسبه عداله لا تقل عن 99%، انا مش هقول 100%. امال هو فار ليه؟ ليه؟ امال هو فار ليه؟ ايوه والله صحيح، زوايا وحاجات وبتاع. ليه؟ لانك فار، لانك قاعد وبتشوف ومركز طبعا، وبتشوفها 17 مره موشن وكل زوايا، عشان ما نقولش ان يمكن الحكم في الملعب اهي مره بيشوفها في فيمتو ثانيه ماشي طبعا. لكن انت لما بتوقف اللعبه وبتشوفها عشرات المرات وتطلع بقرار غلط، تبقى انت مش فار، تبقى انت قط كده، يبقى تو ماتش. طب وايه؟ طيب يعني لكن الحقيقه يعني ده انا بقول نسبه الاخطاء قلت يا استاذ كريم. طب كويس. قلت يعني رغم ان موجود اخطاء، يعني انا بشوف برضو ركلات جزاء ما انزل الله بها من سلطان والفار بيعملها وبيحسبها، لكن في النهايه يعني دي جمال كره القدم وحاجه تقبلها باخطائها يعني. لكن في وجوه جديده بدات تظهر طبعا يتم الدفع بيها، موجوده في حكام كبار بداوا يعني يستعيدوا رشاقتهم ولياقتهم الفنيه والبدنيه، ده مهم جدا. يعني اتمنى ان احنا في التحكيم يكون عندنا حكم عادل، حكم قوي، حكم ليه شخصيه، عشان يرجع التحكيم المصري على المستوى القاري، لا الرياضه على المستوى القاري، ويكون لنا تواجد على المستوى العالمي. يعني انا صالحنا في الاول، انا مع اكبر دليل على انك انت تحكيمك متراجع، انك مالكش حكم على مستوى كاس العالم. حتى لو حضرتك عملت فلاش باك ورجعت بالزمن لفترات زمنيه ما كانش فيها بقى لا العوار اللي احنا بنناقشه كل شويه بقى لنا فتره، ولا القصور اللي في الملف بشكل عام زمان، ليه من قديم الازل ما بنشوفش حكم مصري بيشارك مثلا في كاس العالم؟ ليه؟ ما هم اللي مش من قديم الازل، يعني كان عندنا يمكن اخر حد كان كابتن جهاد جريشه كان موجود. امتى الكلام ده؟ يمكن من 10 سنين. ما فيش وقبل ال 10 سنين دول، يعني احنا يعني وكابتن عصام فتحي وكابتن جمال غندور دول اللي كانوا موجودين. وجود طاقم تحكيم مصري في محافل دوليه ان وجد فبيكون موجود على استحياء. بالظبط. بص يا استاذ كريم، يعني انا عشان اتكلم بصراحه، المنظومه الكرويه كلها يعني لو استخدمت لفظ مهذب عليها شويه هقول فيها فساد مستشري كتير جدا، سواء في اداره الكره المصريه وده من ضمن التحكيم واداره المسابقات. فاتمنى ان احنا نتخلص من ده، يبقى عندنا كفاءات بتدير، يبقى عندنا الشفافيه، يبقى عندنا ان انا اختار الحكم الاكفى، يبقى عندي مواصفات لاختار الحكم، ان انا احسن من مستوى الحكم ومن قيمته ومن دخله ومن قدراته، اوفر له الحمايه الكامله اللي موجوده. فانا لو ما كنتش هنا عندي حمايه كامله وعندي ثقه في نفسي وانا نازل احكم، زي مثلا في الدوري الانجليزي، هل ترى لاعبا يشوح للحكم ولا يجرؤ يبرق له حتى او يبص له؟ ده مره كريستيانو رونالدو عمل كده أربع مباريات. فده مهم جدا يكون عندك قانون ويطبق على الكبير قبل الصغير، على الأهلي والزمالك قبل أي حد، اللي هم كبار الكرة المصرية. ده مش موجود بشكل كبير عندي. أنا بشوف ماتشات اللاعب يسحب الحكم من إيده، لاعب عملية التشويح دي غير حدود، عملية النرفزة والعصبية، ساعات الشتم كمان، عملية النرفزة والعصبية دي على التحكيم، طب ما ده يقلل من الحكم ويقلل من شكل الحكم ويقلل من ثقته في نفسه ويخليه يتردد. معلش ثانية واحدة، هو إيه اللي هيخلي دلوقتي أنا لو حكم وفي لاعب عمل أسلوب أو تصرف زي ده، إيه اللي يمنعني إن أنا أديله الجزاء المستحق؟ هو ما هو
ما هو الحكم ما بيديش الجزاء المستحق. ما هي ثانية واحدة، خلينا نتكلم من الجانبين. زي ما حضرتك قلت، احنا عندنا عوار وعندنا مشكلة كبيرة. على الصعيد الثاني، شفنا في السنة الأخيرة بعض القرارات اللي اتخذت علشان تحسن الكرة المصرية، منها استقطاب كلايتنبرج، منها الاهتمام بقاعدة الناشئين، منها استقطاب بعض الخبرات الأجنبية اللي بالمناسبة نالت انتقاد العديد برضو من الناس القائمين على صناعة كرة القدم هنا، اللي قال لك منهم وانا اجيب واحد يشوف لي التحكيم المصري ليه، والناس قعدت تنتقد. زي ما تقول في ناس مش عايزة هذه الرياضة وهذه المنظومة ان هي تتحسن اصلا. ده نقطة. النقطة الثانية، لما اجي اتكلم دلوقتي واقول طيب على الصعيد الثاني، ما هو انا كمحكم او انا كحكم لازم ان شخصيتي قوية، ولما اخد قرار هنفذه، واللي هيغلط من اللعيبة هاخد فيه قرار وهعاقبه. انا عايز بقى الجماهير المصرية تبقى برضو بتساعد. خليني اتكلم من هنا وهنا، ما هو برضو فكرة الانتقاد والتقليل المستمر وفكرة يا عم احنا ما عندناش، يا عم الحكم، برضو عدم الثقة في التحكيم بتاعنا ده بيزيد المشكلة مشكلة حتى لو هي موجودة. تتفق أم تختلف معايا برضو؟ لا، منتهى الصراحة. فكرة أن الجماهير تساعد دي أو الجماهير ما تساعدش، أنا مش شايف أن هي العامل المؤثر الأكبر في الموضوع، ولكنها عامل برضو. لا يعني، ما أنا الجماهير تساعد، أنا لما يكون عندي نظام محدد ونظام صارم يطبق على الناس كلها يبقى مهم جدا. فكرة تقدير الحكم واحترامه جوه الملعب وبره الملعب ده مهم جدا. لما يطلع مسؤول يقول لي انت لو نزلت الملعب هجيبك من قفاك ويتكلم على الحكم بشكل كده، لما يطلع حكم حد يتكلم على التحكيم بشكل غير مهين والامور تمر مرور الكرام كده ومفيش اي عقوبات، يعني هي جت على دي يا فندم؟ طب لا يعني، ما هو ده جزء. احنا بنتكلم على المحاسبه، احنا بنتكلم على الجزئيه دي. لما لو نزلت الملعب هجيبك من قفاك، لو حكمت تشتم وحكمت تهان وبتاع، وده بيحصل والامور عاديه جدا، ولا يتم التوقف عند ده؟ ده طبعا لا، حضرتك الحاجات اللي تقصدها ده حدث ولا حرج، ده كده يعني ده انفلات غير محدود في كل حاجه. يعني لا منظمه الاعلاميه المسؤوله عن الاعلام في مصر بتتدخل ولا كثير من الجهات. ده موضوع كبير جدا وموضوع غير لائق، ولا يليق بمصر، ولا يليق بقيمتنا، ولا يليق باعلامنا على الاطلاق. يعني احنا عايزين اعلام محترم، الاعلام بيطلع بتقدم صوره راقيه وصوره شيك وصوره محترمه، لانك انت يعني بتساهم في تكوين الشخصية المصرية. صحيح. سواء بالنسبة للشباب، الشباب بياخدوك قدوة، بياخدوك في كل حاجة. ما كانش في الكلام ده زمان خالص، ما كانش موجود لأن على الإطلاق لا تلفزيونيا طبعا، ولا حتى صحفيا كانت النقد والصحافة الرياضية كما ينبغي أن تكون. دلوقتي بقت، وطبعا بفضل طغيان السوشيال ميديا، بقى اي حد يقول اي حاجه. مش بس في أي السوشيال وقت ميديا، خلينا نبقى صراحه يا كريم، في بعض المنابر الاعلاميه لشخصيات مفروض لها قيمتها وزي ما تقال عنهم قيمه وقامه، لكن بيطلعوا يقولوا كلام يعني غريب جدا مع كل احترامي، وبيبتدوا ينتقدوا كمان لعيبه حصلت قبل كده. يعني في العديد من الرموز اللي طلعت تنتقد بعض الصفقات واللعيبه بتاعتنا، واطلقوا عليهم وصف غير لائق تماما، وطلعنا ودافعنا من غير ما نذكر اسامي. كان حاجه يعني غريبه. لا يعني خلينا نفرق بشكل كبير جدا بين السوشيال ميديا اللي هي ده امر ملوش ضوابط ولا حدود، انت في الشارع على كانك على المقهى، ولو ان في قانون دلوقتي كانك على المقهى يعني ايا كان. يعني في النهايه كل الثقافات وكل الحاجات، لكن المكان اللي احنا قاعدين فيه ده مكان المفروض ليه قدسيه. بالظبط. مفيش حد يقعد قدام الكاميرا الا اذا كان كفء لهذا المكان او يستحق الجلوس لهذا المكان. وفي ناس كتير بتقعد قدام الكاميرا وبتستقي معلوماتها بالكامل من السوشيال ميديا. لا طب ما دي حاجه كارثيه. ده حاجه كارثيه. انا المفروض السوشيال ميديا هي اللي تستقي معلوماتها مني، وهي اللي تبني على ده. صحيح. واذا تحسن الاعلام هتتحسن السوشيال ميديا، لانك انت في النهايه انت اللي بتغذي السوشيال ميديا، لانك انت الصحفي وانت المذيع وانت المقدم وانت المعد وانت الضيف اللي جاي بتقدم معلومه، كل ده بيطلع من التلفزيون، من المنصه الاعلاميه الكبرى، المنصه الاعلاميه الاكثر تاثيرا، ده بيطلع منه والتاني بيشرب وبيبدا يرد عليك بالطريقه دي. فاذا كان يعني ده بينضح عسل فهنا سنرى عسلا طبعا، واذا كان بينضح اي حاجه تانية مش عايز اقول اي الفاظ، خلا خلا دي ايه؟ خلا ده الخل اللي في نيته حاجه تانية غير خلا، بدليل ان هو تدارك وما رضيش يقول. انا ما اقدرش اقول. ولا كانت خلا يا استاذ موسى؟ لا مش خلا خالص. انا قلت الاقي حاجه معقوله. شوف يعني الخل ده، شوف على صعوبته وعلى مرارته، لكن هناك ما هو اقل كتير جدا من الخل يعني. انا اتمنى ان زي ما بنقول ان التحكيم يكون عندك حاجه تحميك، لازم يكون الاعلام ليه حاجه تحميك. طبعا لازم يكون اللي موجود وفي محاسبه، ومش اي حد يطلع يتكلم ويتحدث. يا جماعه دي كارثه، حتى لو بيتكلم في الكوره والرياضه، البعض بتقول لك انا بيتكلم في الكوره والرياضه عادي مش هيعمل مشكله. لا، ما هو ده اللي بيعمل الكارثه، ما هو ده اللي بيشكل الراي العام، ممكن يخلق فتنه اصلا. ده اللي بيخلق الفتنه، ده اللي بيحط، لما يطلع يعني تلاقي واحد قاعد يعني يلطم الخدود ويشق الجيوب، وتلاقي مثلا واحد مثلا يعني
لما تبقى قناه كل مهمتها ان بتتحدث عن النادي الاهلي اكتر من اي حد اخر يعني اعتقد مفهوم يعني الكلام ده ما ينفعش يعني كلام غير لائق لما سر الشخصيه والذاتيه للناس تبقى مباحه بهذا الشكل لما الحاجات اللي على الواتس بينه الاعراض بقت الاعراض المراسلات اللي على الواتس بينه وبينك تبقى مباحه بهذا الشكل يعني دي امور كارثيه وامور ان يتم السماح بيها هذه لها خطوره واضرار كبيره جدا على المجتمع ده بيسيء بعيدا بقى عن كره القدم بيسيء للبلد ككل ده بيسيء لمصر كلها طبعا يعني مصر بلد كبيره ومرد رائده وبلد عظيمه ومصر ليها مكانتها في كل الاحوال وفي كل العصور وفي كل الازمنه المفروض يبقى عندنا حاجه احنا يعني هنقعد بقى نقول ان احنا علمنا المنطقه دي كلها الاعلام وعلمناهم الصحافه علمناهم الاذاع الناس دي عدتنا بشكل كبير جدا لانها اتعلمت ودلوقتي بقى عندها قواعد وضوابط وانظمه ما حدش يقدر يتخطاها اللي بيقعد في المكان ده لازم يكون متعلم ولازم يكون فاهم ولازم يكون مؤهل صحيح. ان هو يكون قاعد في المكان ده مش مجرد اي حد قاعد يعمل فتنه بين الناس نتمنى الوضع قبل ما بيشوه صوره الشخص بيشوه صوره البلد مظبوط طيب عايزه بقى عشان فاضل اربع دقائق نتكلم بقى ايه في الاهلي ونتكلم في خطوه هنا ما بعد ان شاء الله البنك الاهلي ونخش على كاس العالم للانديه الاهلي والبنك الاهلي الاثنين اهلي ولا لا خلص ان شاء الله باذن الله نتمنى ذلك ومتوقعين ذلك نخش على كاس العالم للانديه وده تحدي مختلف لكن مش جديد على النادي الاهلي الحمد لله يعني لنا باع كبير في هذه البطوله بس اكيد كل مره بنبقى عندنا امال اكتر جماهير المصريه والاهلاويه نفسها ان يبقى في انجاز افضل من اللي فات فخلينا نشوف رؤيتك للمشاركه السنه دي باذن الله وهذا الموسم تحدي متجدد صحيح احنا انا دخلت سبع مرات قبل كده حققت فيهم في ثلاثه من السبعه اخذت الميداليه البرونزيه وعملت انجاز كبير جدا وكنت قريب ان انا اوصل للمباراه النهائيه انا طموحي دلوقتي ان اوصل المباراه النهائيه خلاص انا خدت المركز الثالث ولعبت على البرونزيه دايما بوصل المربع الذهبي يعني بقى طموحي الاقل ان اوصل المربع الذهبي باذن الله الاهلي عنده عقبتين مهمتين اوكلاند يوم واحد وان شاء الله باذن الله اذا ربنا قدر لنا نعدي هذه العقبه عندنا سياتل الامريكي اعتقد مدرستين كرويتين مختلفتين ما حدش يقول لي ان دي سهله مفيش انا من وجهه نظري مفيش مباراه سهله في كره القدم ممكن اي فريق تتهم بيه بطوله زي دي ده فريق في النهايه وصل لبطوله عالم يعني فريق عنده مستوى يعني ليه حد ادنى مستوى فان شاء الله النادي الاهلي يعني يكون عند حسن الظن صحيح الاهلي عنده غيابات كتيره جدا عنده صعوبات كبيره جدا ما زال موضوع المهاجم ما اتحسمش لكن دايما الاهلي يعني بيكون عنده حسن ظننا وبيحقق نتائج عظيمه جدا يمكن شفنا البطوله الاخيره اللي هي اكبر مثال على كده ان النادي الاهلي كان لما كنا في كاس الامم الافريقيه وكان معظم لعيبه الاهلي هناك وما شاركوش مع النادي الاهلي ونقدر ان الاهلي يلعب ويحقق نتائج عظيمه ومبهره ويوصل للمباراه المربع الذهبي ويفوز بالميداليه البرونزيه. اتمنى ان النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله وخلال الايام القليله القادمه لغايه المباراه القادمه تكون بعض الاصابات اللي عنده تماسك للشفاء خصوصا اللعيبه المهمه المؤثره في خط الدفاع عندنا محمد عبد المنعم لاعب مهم جدا الحقيقه اتمنى تواجده لان لاعب ليه شخصيه كبيره جدا وبيفرق كتير جدا مع كل التقدير للي موجودين في خط دفاع النادي الاهلي عمرو السوليه وجوده بيفرق كتير جدا لما يكون عندك المهاجمين في حالتهم كهربا وشريف وشادي ربنا يعني ان شاء الله يعني يكملوا على ويبنوا على المستوى اللي وصلنا له ويبعد عنهم الاصابات اعتقد ان ده مهم جدا لما يكون عندك لاعب زي علي معلول في حالته وقوته يمكن هو طبعا مش هيكون مع النادي الاهلي النهارده في ماتش البنك الاهلي وسافر تونس كان بيشعر بعض الايجاد فضل مستر كورن ان يمنحه بعض الراحه اعتقد كل ده هيساعد في النادي الاهلي ويخليه يحقق ان شاء الله اهدافه وطموحات جماهيره اهم حاجه انك تلعب وتقاتل وتؤدي بشكل قوي بشكل مشرف يشرف الكره المصريه الاهلي بات ممثلا لافريقيا وممثلا دائما لافريقيا في كاس العالم يعني ربنا يديمها نعمه ودي ده النادي الاهلي انك انت في حته ثانيه بعيد عن اي حد في العالميه يعني توفيق ان شاء الله والاهم من كل ده ان احنا عندنا مدير فني فعلا متميز وانا من الناس اللي بحب جدا وبحترم جدا فكر مارسيل كولر ولحد دلوقتي الراجل بصراحه ما خذلناش ابدا وماشي بخطوات ثابته والكيمستري ما بين اللعيبه اكثر من رائعه العلاقه ما بينه وبين الجماهير اكثر من رائعه فانا اتمنى المزيد كاهلاويه قبل ما تكون مذيعه قبل اي حاجه ان احنا باذن الله ربنا يوفقنا في هذه او هذا التحدي اللي مش جديد ولكن المختلف ان شاء الله يكون هذا السنه كمان في كولر إضافة اللي حضرتك قلتيه الإدارة الهادئة الإدارة الشيك يعني لا تجد منفعلا ولا متوترا وده مهم جدا لأي حد بيدير
انت لو بتدير وانفعلت خلاص مش هتركز، فقط استعداد نفسي للعيبه كويس، فبيصدر كمان رساله، ده بيوصل للعيبه في الملعب يعني نموذج شيك ومحترم مؤدب حتى في 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 في, في كلامه مبتذل جدا، هادي جدا ويتفق ومنظومة النادي الاهلي وقيمه ومبادئه يعني. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا في حلقتنا النهارده، واكيد ان شاء الله لينا لقاءات قادمه باذن الله. ربنا يخليك يا استاذ كريم، انا سعيد بالتواجد معاكم، وصباح الفل عليكم وعلى كل الاهلاويين. صباح الهنا يا رب، وتقابلنا تاني ان شاء الله، تنورنا مره كمان ان شاء الله يا فندم. شكرا. روح فاصل نرجع عشان نستقبل ضيفنا التاني استاذ محمد مصطفى، نتكلم بقى عن تاريخ وكواليس وقصص حلوه كلنا اكيد كاهلاويه بنحبها. فاصل نرجع نكمل.